هذا اللقاء اللي كنعتبره لقاء مهم جدا بالنسبة لما تقوم به المملكة المغربية يعني بتتويج العمل الوطني للمسرح الوطني. هذا التتويج هو اعتراف من الدول العربية بالمجهودات اللي كتقوم بها المملكة المغربية لتقوية المجال المسرحي الوطني، خاصة أن هذه المرة الثانية نستقبل هذا المهرجان بعد الرباط اليوم الدار البيضاء اللي كنستقبلوها في هذه الدورة في 13، وهذه فرصة كذلك باش يعني تم التنسيق مع المهنيين ومع النقابات والجمعيات الثقافية اللي كتشتغل في المجال ديال المسرح باش نقوي وجود المسرح الوطني، المسرح المغربي على الصعيد بالطبع أولا الوطني، يعني نزيدوا يعني يكون واحد الدعم أقوى بكثير باش المسرح يمشي لجميع الأقاليم والجهات في إطار استراتيجية اللي غتكون مع المعنيين بالأمر، وبالطبع نعطيو الفرصة كذلك للأعمال المسرحية الوطنية باش تبرز على الصعيد العربي، وكذلك عبر هذا المهرجان إبراز المسرح العربي على الصعيد الدولي.